يمكن اتكلمت عن دكتورة شيرين بس ما حدش، لان بس كان الموضوع overwhelming يعني. لكن انا طبعا عايزة اشكر دكتور عزيز ان هو دعانا للمؤتمر وان هو عمل مؤتمر عربي، فاحنا متشكرين لحضرتك. الفكرة ان احنا نعمل training course ان احنا نقول ازاي ممكن ندرس primary immune deficiency للundergraduate والpostgraduate. هي دي الفكرة اللي احنا المفروض بنعملها، وانا عاملة في الاخر موديول للتدريس هعرضه في الاخر، فاتمنى ان انتوا توافقوا عليه يعني، او لو في اي suggestions نشوف ممكن نعمل ايه. انا احب اقول الاول ايه هي الobjectives اللي انا عملتها. اول حاجه احنا كنا عايزين نعرف ايه نظام التدريس اللي موجود في الدول العربيه، وفي الاخر نقول ان احنا نتفق على ازاي نقدر ندرس نقص المناعه في الدول العربيه، ونبقى نعمل حاجه يونايتد. فاحنا عملنا ده بصراحه يعني كروت سيرفي كده، بنقول بس انا عايزه اعرف من الدول العربيه قد ايه ساعات التدريس النظري والعملي بالنسبه لطالب الطب وبالنسبه لاطباء الاطفال والمتخصصين في نقص المناعه، وايه الهدف يعني، انا عايزه البرودكت بتاعي يبقى شكله ايه بالظبط اما اديهم دراسه عن نقص المناعه. فاللي حصل ان الريزلتس ما كانتش حلوه قوي، انا بس 5 دول هي اللي ردت عليا، فانا غيرت الاوبجكتيف. فأول حاجة قلت لا، أنا هتكلم على الوضع بتاع نقص المناعة الأول في الوطن العربي وفي العالم. نقص المناعة احنا عارفين ان في دلوقتي اكتر من 300 نوع من انواع نقص المناعة، وان اول حد وضع زي ما قلت امبارح فكرة نقص المناعة برغم انها كانت موجودة قبل كده كان سنة 52 مع بروتن. انا هتكلم على 3 كونسبتس انا شايفه ان هما المفروض يتغيروا. اول حاجه من ان هو نادر، انا مش هقول منتشر بس هقول ان هو اكتر من نادر شويه. اوكي، فاحنا طبعا عندنا البيبر بتاع الدكتور عزيز اللي انا زودت يعني ان كان عدد السكان في الوقت اما البيبر دي طلعت كان 7 مليار، 6 مليون استيميتد ان هيبقى عندهم نقص مناعة، في حين ان 60,000 بس هما اللي ريكوردد ان عندهم نقص مناعة، يعني 0.01% حاجة قليلة جدا. السبورتيف داتا لرؤية الدكتور عزيز ان لو احنا بصينا على فرنسا سنة 97 كان الانسيدنس لنقص المناعة 0.7 في 100,000، بعد 10 سنين بقى 5 أضعاف، يبقى ده معناه ان هما كان عندهم اندر استيميشن، هو مش مرض هيجيلهم فجأة يعني. برضو لو بصينا على اليو كي 2011 كان الانسيدنس 1.9 في 100,000، بعد سنتين يبقى 5 في 100,000، برضو ده غريب. هو النقطة ان هما بدأوا يكشفوا اكتر نقص المناعة. طبعا النقطة ان ليه هو مش شائع بس هو مش رير، لان كل شوية بنكتشف نيو جينز. السبيكترم بتاع ديزيز كبير جدا، ممكن حالات تبقى بريزنتد في الادلتهود فاحنا ما بناخدش بالنا منها لو هي مش موجودة كاطفال، ولان السبيشاليز سنترز مش كتيرة في العالم. الكونسبت التاني اللي انا عايزة اغيره او اللي هو اصلا متغير، ان احنا دايما بنقول ان نقص المناعة يعني تكرار التهاب، بس ده مش حقيقي. ممكن عيانين نقص المناعة يكونوا جايين بالاول بحساسية، او ممكن يكون جايين باوتو اميون ديزيز، او ممكن يكونوا جايين بكانسر، فهيروحوا بقى لدكاترة مختلفين واللي هو يقولوا ايه تفرق دمه بين القبائل، وبالتالي ما راحش الدكتور المناعة لكن راح لدكتور هيماتولوجي وراح لدكتور الرجي وراح لدكتور روماتولوجي وما جاليش وتعالج بهذا الاساس وخلاص. واحنا امبارح شفنا في كل مع كل زمايلي جي اي تي مانيفيستيشنز، الكوتينيوس مانيفيستيشنز، البرايمري اميون ديفيشنسي، معناه ان ممكن ده يبقى البرزنتيشن الاولاني ليه. الكونسبت الثالث اللي انا عايزه اتكلم عنه، ان احنا بنقول ان نقص المناعه او الكلام الاولاني ان هو التهابات متكرره او التهابات opportunistic infections، لكن دلوقتي زي ما اتقال امبارح احنا ممكن وده موجود في الوطن العربي في الميدل ايست، ان احنا ممكن يكون عندنا اورجانيزم واحد هو اللي عامل المشكله في العيان، زي المندلين سنسيتابيليتي للتي بي. طبيعي ان انا لما اشوف حد عنده درن هعديه عادي يعني في الميدل ايست، ده حاجه طبيعيه، لكن لا ممكن يكون ده نقص مناعه، فدكتور الجنرال بيدياتريشن هيعديه، انا لازم اخلي الجنرال بيدياتريشن ما يعديهوش، فهو ده الوضع اللي انا هقوله دلوقتي.
طيب الكونسيكونسز بقى ان احنا ان زي ما قلت العيانين راحوا لدكاتره مختلفين وان ده اخر التشخيص وان ده اثر على الموربيديتي والمورتاليتي وانا هوريكوا ازاي. السلايد دي مش موجوده في بيبر ولا حاجه، انا جمعت الداتا من كذا بيبر وقلت اشوف ايه الوضع اللي موجود في الدول العربيه بالنسبه لدولتين اوروبيين. انا قلت هاخد جرماني ويوكي. لو احنا بصينا المورتاليتي في الدول العربيه اللي انا حطاها ما بين 10-30%، لو انا بصيت على المورتاليتي في جرماني 3.3% وفي اليونايتد كينجدم اراوند 4%. طب ازاي احنا مورتاليتي عندنا عاليه كده وايه الاسباب؟ الاسباب ان احنا لو بصينا للجدول الاولاني احنا عندنا ديلايمنت في الدايجنوزس، العيانين بيبقوا بريزنتد 7 شهور ل15 شهر ولا 16 شهر ويبقوا دايجنوز عند 31 شهر، كتير قوي كتير خالص على العيانين. وهو والاسباب ليه هما بريزنتد ليت؟ لان الثلاثه كونسبتس دي عامله مشكله. وبالتالي احنا محتاجين نتصرف. هنتصرف ازاي بقى؟ بان احنا نعمل اويرنس ما بين مين؟ ما بين الاندر جراديوس جنرال بيدياتريشن سبيشاليزد ايمونولوجيست. انا هتكلم على الداتا اللي جات لي. انا مش حاطه اسم السعوديه بس انا طبعا هتكلم على ايه الدكاتره السعوديين قالوا، بس انا عشان بس في مشكله في النتورك ما قدرتش احط داتا اكتر في السلايدز. ان جنرال ساعات التدريس في طلبة الطب ما بين ساعة لساعتين نظري وواحد لأربع ساعات عملي مع الفرق ما بين دولة لدولة. ما فيش نظام واضح للتدريس بالنسبة لأطباء الأطفال والمتخصصين في موروكو وقطر، لكن في نظم ثابتة في مصر والسعودية خاصة وأنا هتكلم عليهم. فأنا الداتا اللي أنا خدتها من السعودية مشابهة جدا للي احنا بنعمله في مصر، فأنا هتكلم إن جنرال عن مصر وهقول إيه اللي احنا بنعمله عندنا. بالنسبة لطلبة الطب زي ما أنا قلت مبارح إن الدكتورة شيرين رضا كانت مهتمية جدا إن في عين شمس إن احنا ندخل نقص المناعة، إن احنا ده يبقى من الكوريكولم بتاع دكاترة بتاع طلبة الطب. فهم بيدرسوا ساعتين نظري وأربع ساعات عملي في يير 5، والحقيقة إن هم كمان بياخدوا موديول تقريبا 3 شهور في يير 3 على الإنفكشن والإميونيتي. فما بيجوا في يير 5 واحنا بنتكلم عنهم عندها امراض نقص المناعه هم بيبقوا فاهمين احنا بنتكلم عن ايه. زائد بيبقى عندهم بروجكت لازم يقدموه، بروجكتس مثلا كتايتلز فاكسينيشن في الاميون كومبرومايزد، بوليو فيروس ان اميون كومبرومايزد. دي من البروجكتس اللي انا ودكتوره شيرين كنا شغالين عليها. بروجكت المطلوب من الطالب انه ياخد من اول ما يدخل الراوند معانا بيقعد شهرين ان هو يفكر في البروجكت. 10 طلبه كل واحد بياخد بروجكت مختلف وفي الاخر بنعمل سيمينار وبنناقش، بيعملوا باوربوينت بريزنتيشن 5 minutes يقولوا الكلام اللي هم عايزينه زائد هاند اوتس وبيتوزع في الاخر على كل الطلبه. فده حاجه بتحسن التدريس. لو بنصينا لاطباء الاطفال تريننج في مصر بيتعمل ازاي؟ كان الاول 3 سنين، يعني انا خدت 3 سنين نيابه و3 سنين عشان اخد بعديها الدكتوراه. دلوقتي هم خلوا 5 سنين بتاخد ماجستير ودكتوراه الى حد ما هو متشابه، بس النظام والموديولز وكده. الاساس ان لازم 6 شهور يعدي الدكتور على وحده الحساسيه والمناعه. 6 شهور في الوحده عنده 3 كلينكس، كلينيك الرجي، كلينيك روماتولوجي، وكلينيك برايمري اميون ديفيشنسي. عنده 12 سرير جنرال بيدياتريكس ان بيشنت و6 سراير لنقص المناعه والاميونولوجي. بالتالي هو اكسبوزد كويس جدا لاي عيان عنده اميون ديفيشنسي. بيتعمل سيمينار كل اسبوع وجورنال كلوبس وجراند راوندز. بالنسبه للوحده جراند راوندز لانها بتتعمل احنا مستشفى كبيره جدا فيها اكتر من 200 سرير، فبيتعمل الجراند راوند كل شهرين عشان كل الوحدات تقدر تو بريزنت. بيبقى في الجراند راوند ده احنا عاده بنشوف الكومبليكيتد كيسز سواء برايمري اميون ديفيشنسي او روماتولوجي. انا دي نفس الداتا اولموست نفس الداتا اللي انا خدتها من السعوديه، وممكن زمايلي بعد كده يقولوا لي اذا كان في حاجه مختلفه.
فبالتالي الإكسبوجر عالي جدا. بالنسبة للمتخصصين في أمراض نقص المناعة، ده معناه هو دكتور عايز يعمل زمالة في الحساسية والمناعة. ده مهم جدا ان هو بقى ياخد تريننج كورس، مش ان هو ياخد تريننج احسن. هو طبعا ده شخص مش موجود، يعني عادة دول بيبقوا ناس جايين من برا المستشفى، مش تريني جوه المستشفى. فإحنا بنديهم 4 ساعات تدريس نظري وثمان ساعات تدريس عملي. تدريس العملي مش لازم تكون كيسز، ممكن إن إحنا نعمل باوربوينت بريزنتيشن ونوديهم سيميوليشن لإيه الكيس بتاعت البرايمري إميون ديفيشنسي هتبقى بريزنتد إزاي بالظبط. أنا بتقلي الحاجة اللي إحنا كلنا هنتفق عليها بغض النظر عن نظام التدريس، هو إيه اللي أنا عايزاه من المنتج بتاعي. المنتج بتاعي كأندرجراديوت اعتقد ان احنا كلنا متفقين ان احنا عايزينهم يعرفوا ايه هي الامراض، الانفكشنز، بكتيريا، فيروس، فانجاي، وهم فاهمينها كويس، فاهمين يعني ايه اوبورتونيستك انفكشن، ويفهموا ايه الكومبوننتس بتاعت الاميون سيستم بالظبط، وازاي المناعه او الاميون سيستم ازاي بيرسبوند لما يبقى فيه التهاب في الجسم. بالنسبة للجنب بيدياتريشن أو الطباء العام، بيبقى قاعد في عيادة عنده 5000 عيان فوق راسه، وعنده نص ساعة ولا 15 دقيقة بالنسبة للوطن العربي عشان يشوف العيان. يبقى أنا عايزة منه إنه يبقى إزاي أعرف إن العيان ده عنده نقص مناعة على طول كده. عندي نقط وكريتيريا ان انا اعرف. انا في المجلة المغربية انا عاملة زي هاند اوت ازاي كدكتور عام يعرف ان انا عندي نقص مناعة، كلام قليل في صفحتين، عشان انا عارفة ان مش كل الناس عندها رغبة انها تقرأ كتير، وعشان بيبقى سهل ان احنا يلفوا الحاجات يعني يقرأ الحاجة بسرعة، يجي على الحاجة بسرعة، ويبقى عنده bullet points، يعني مش لازم يقعد يلف ويدور كتير. ايه البيزك انفستيجيشن؟ انا مش عايزه دكتور من يعني مش عايزه الدكاتره الاطباء العام ان هم يعملوا اكتر بصراحه من فول بلاك كاونت واميونوجلوبولين ليفلز، لان هو المفروض ما يعمل اختبار يبقى عارف يقرا كويس، لكن مش يعمل اختبار وما يبقاش عارف يعمل له انتربريتيشن. فاحنا لازم نوعيهم، وده برضو في الهاند اوت بتاعي، على النيوتروفيل كاونت، الليمفوسيتيك كاونت اللي احنا المفروض نشوفها بالنسبه للايج، بليتليتس، سايز بتاع البليتليتس، نحط لهم نقط معينة برضو هم يشوفوها. وانتو ريفير، وده يشمل حاجتين، اعمل ريفيرل لو الانفستيجيشنز فيها حاجة ويرد، واعمل ريفيرل لو انا شاكك ان العيان. لازم نقول للدكتور العام انت لازم يفضل عندك السنس ان انت تقول انا حس ان العيان في حاجة غلط، لان احنا يعني او تثبت بالبرزنتيشن بتاعت امبارح ان ممكن تحاليل العيان كلها تبقى كويسة وما فيهاش اي حاجة، لكن العيان عنده مشكلة في نقص المناعة. بالنسبه للسبيشاليز لازم يبقى بروفيسور كده، فيلوسوفر كده زي الراجل الاولاني ده. ده الراجل ده واحد من ميتشكون، ده ميتشكوف، من الناس اللي اتكلموا على الفاجوسايتوزز، وكان عندهم رؤيه كده بتاع داروين والايفولوشن بتاع الفاجوسايتوز. كان عنده رؤيه غريبه بغض النظر، ممكن نبقى نقولها بعدين، بس يبقوا كده بياخدوا فيلوسفي كده للإميونولوجي، يبقوا عارفين الكومبلكسي بتاعت الإميون سيستم، يبقى أبديتد عندهم لاست بي اي دي كلاسيفيكيشن، يبقوا فاهمين الإميونولوجيكال تيست وازاي يحللوها، ويعملوا كولابوريشن كويس سواء انترنال مع الجنرال بيدياتريشنز ومع الناس اللي موجودين في البلد، أو اكسترنال مع الدول الأوروبية والدول المجاورة في الوطن العربي. نبذة صغيرة كده على situation في اليو كي، انا بس عشان اوريكم ان الدنيا مش واضحة قوي برضو عندهم. هو 6 سنين البروجرام، بيختلف من جامعة لجامعة. في اول سنة بياخدوا 8 اسابيع موديول عن الانفكشن والديفنس. في سنة ثالثة، وده بيختلف من جامعة لجامعة، لكن انا هقول في University College of London، هم بيبقى عندهم في سنة ثالثة كده يقولوا احنا عايزين العيال دي لو عايزة تتخصص في حاجة معينة مفيش مشكلة ان احنا نساعدهم. فبيدوهم intercalated بروجرام عن الاميونولوجي والانفكشنز سنة كاملة، ويقولوا لهم لو عايزين تخرجوا بعد كده ان انتوا تكونوا اميونولوجيست وبتوع انفكشنز ديزيز، اعملوا PhD وادخلوا في الاتجاه ده. هم بيساعدوهم، بس ده بيختلف من جامعة لجامعة. يعني جامعة زي شيفيلد مش هيبقى فيها النظام ده. ف
year 4 و 5 the workplace courses, وبعدين year 6 هم بدهم 16 اسبوع او 4 شهور clinical attachment. يعني مثلا ممكن واحد في UK يبقى عايز يروح حته في افريقيا عشان يتعلم ال HIV, فيش مشكله خالص. او هم لازم ان هم يتنقلوا مكان تاني يقدروا يشوفوا فيه الامراض اللي هم عايزين يتخصصوا فيها, ودي حاجه مهمه جدا. بعد كده في البوست جراديويت هم بيعملوا لهم كذا, في كذا نظام, يا اما هو هيبقى بيدياتريك اميونولوجي, يبقى هو المفروض المكان اللي هيقعد فيه مكان يبقى فيه بون مارو ترانسبلانت واميونولوجي سنتر وفيه بون مارو ترانسبلانت يونت. ده حاجه اساسيه. اهم حاجه اللي انا عايزه اقولها هنا ان لازم يكون في شهرين لاب اكسبيرينس, دي حاجه اساسيه عشان اقدر افهم ازاي افكر في التحاليل, ازاي اعمل انتربريتيشن للتحاليل. لازم يكون عندي انا خبره في المعمل, و وطبعا شهرين infectious disease. في ناس ممكن يبقى يقول لك لا ده انا عايز التخصص بتاعي بيدياتريك infectious disease وimmunology, وبالتالي هو محتاج يقعد في وحده فيها infectious disease unit وimmunology service, بس مش لازم bone marrow transplant service. وبرده الحاجه الاساسيه اللي انا هاكد عليها شهرين في اللاب, ده حاجه مهمه, او بيدياتريك allergy وimmunology. يمكن ده مش مهم قوي بالنسبه لنا لان احنا عايزين نتكلم عن حاجه ثانيه. وعندهم ماستر موديول للانفكشن والايمونولوجي, وبرضه ده بيختلف من جامعه لجامعه, يعني مش موجود في كل الجامعات, جامعات بس اللي فيها السنتر ده. اهم حاجه لو احنا بصينا على الكور موديول, لاب انترودكشن تو بيزك باكتيريولوجي وفيرولوجي وايمونولوجي, اللاب مهم جدا انا باكد عليه. وعندهم طريقه الاكزام غريبه جدا, بيعملوا 2 essay question و 3 short answer question, بس حاجه ظريفه قوي حاجه اسمها news and views. يعني بيقول للطالب, دي سنه الموديول دي سنه, بيقول للطالب انت اقرا بيبر من نيتشر واعمل appraisal للبيبر, قول البيبر دي كانت كويسه, البيبر دي كانت وحشه, ده فيه كان مشاكل كذا في البيبر دي, ده احنا كان المفروض اللي كاتب يقول كذا, او انا لقيت بيبرز تانية بتقول حاجات مختلفة وبيبقى عليها 20%, ده بيخليه يبقى بيفكر out of the box, يعني بيخرج. السجيشنز, احنا محتاجين اعتقد ان احنا محتاجين نزود السبيشاليز سنترز عندنا, محتاجين نأدبت the changing concept. وانا عايز اقول حاجة صغيرة خالص, كل الناس اللي قاعدين هنا عارفين, لو انا قلت لهم اوكي ان بون ايرور اوف ميتابوليزم, لو قلت لهم في عيان جه عنده مشكله سي ان اس وعنده ميتابوليك اسيدوزس وجه الاستقبال, انا متاكده ان الدكاتره اللي موجودين هيقول لك اصل ممكن يكون عنده ان بون ايرور اوف ميتابوليزم, في حين ان احنا مش عارفين ايه هو الان بون ايرور اوف ميتابوليزم, يعني اني واحد فيهم بالظبط. انا عايزه الدكتور اما يجي له عيان في الاستقبال يقول ديفرنشال دايجنوزس برايمري اميون ديفيشنسي, احنا عايزين نوصل للمرحله دي. اذا كان الان بون ايرور اوف ميتابوليزم رير, فبالتالي برايمري اميون ديفيشنسي في نفس الوضع, فعايزين على الاقل نوصل للمرحله دي. انا هدخل على طول على الموديولز اللي انا عملتها بالنسبه للاندر جراديوس. انا شايفه ان احنا ندي كوندنس كورسز, ده هيبقى اسهل. فاحنا هنعمل 7 دايز, او انا السجشن بتاعي 7 دايز موديول على الاميون سيستم والانفكشنز والبي اي دي, عباره عن 1 اور ليكتشر و 2 اور موفي. وانا هقول يعني ايه 2 اور موفي دلوقتي, بس ليكتشرز الحاجات اللي تغطيها انفكشنز, كومبوننتس اوف ذا اميون سيستم, الانتر اكشن ما بين الاميون سيستم والانفكشنز, الكلاسيفيكيشن, ازاي نفكر في برايمري اميون ديفيشنسي واحنا واخدين في دماغنا تشينجينج كونسبت, واهم واحد فيهم ان العيان اللي عنده تيومر ممكن يكون برايمري اميون ديفيشنسي, العيان اللي عنده انفكشنز ممكن يكون برايمري اميون ديفيشنسي, العيان جاي بارثرايتس ممكن يكون برايمري اميون ديفيشنسي. اوكي كده 3 دقايق فوق 3 دقايق ميرسي. اوكي فاحنا بنقول التشينج اوف كونسبت ده, انا شايفه ان اكتر حاجه احنا محتاجين نديها للشخص اللي قاعد عندنا في الاستقبال, ان هو اي عيان موجود عنده اي حاجه في الدنيا ينفع يكون برايمري اميون ديفيشنسي, يحطه في الديفرنشال دايجنوزس, يكلم دكتور المناعه عليه. بيزك انفستيجيشن زي ما قلت, ما يطلبش غير اللي يقدر يقوله, غير اللي يقدر يقراه, و ايه ديفرنت تايبس اوف تريتمنت جاست جنرال. سوري الجنرال بيدياتريشنز, انا ما قلت سوري على التو اورز موفي. تو اورز موفي انا شايفه ان الطالب اللي جاي لنا مش لازم يكون وضع المستشفى ان في عيانين كتير نقص مناعه,
فانا مش عايزه ابعده عن حاجه. طب ليه ما نعملش باوربوينت سيميوليشنز، نعمل له كده موفي فيديو على العيانين اللي بيجونا في العياده، والله كل ما يجي عيان عنده مشكله احنا نعمل شريط فيديو صغير كده عنهم، نعمل تسجيلات، نقول العيان حاسس بايه وايه اللي هو عايز يقوله لنا، ونعرف ان احنا نخليه حاسس بمشكله العيان في الدايجنوزز ديليت، وبالتالي يبقى هو مساهم في ان هو يغير ده ويخلي العيان يبقى دايجنوزد بدري ويبقى ريفيرد بدري لينا. نيجي بالنسبه للجنرال بيدياتريشن برضو 7 دايز موديول، بالنسبه ان في 1 اور ليكتشر، وانا حطيت نفس الكلام بتاع الاندر جراديويت 4 اورز كلينيكال، لان انا شايفه ان هو محتاج يروح المستشفى ويبقى فيه مش بس ان هو بيبص على شريط فيديو ايه اللي بيحصل، هو محتاج يبقى ان كونتاكت دايركت كونتاكت مع العيان. فاحنا نحاول ان احنا نعمل ده على قد ما نقدر في المستشفيات بتاعتنا. والحاجه الاساسيه ان يكون في هاند اوت بسيط وسهل القرايه عشان الجنرال بيدياتريشن يبقى واخده معاه، يبقى حاجه كده زي كده لما يجي عيان عندنا ميتابوليك اسيدوزس عندنا كده ورقه صغيره كده زي نصلح عيان في حاجه كده، طب نسسبكت زي برايمري ايميوديفيشنس نفس الفكره. لازم يبقى معايا الليسته للايميونولوجيست اللي موجودين في الوطن يعني مصر انسوقهم، بحيث انه يقدر لو هو والله يسافر في اسكندريه عارف الوحده بتاعه اسكندريه ومين الدكاتره اللي يكلمهم. وانا شايفه ان لازم يكون في هوت لاين، وقصدي بالهوت لاين ان انا دلوقتي كجنرال بيدياتريشن او كدكتور عادي في عياده شفت عيان نقص، شفت عيان شاكه فيه، انا عندي لسته باسامي، عندي انا عارفه المستشفيات اللي فيها نقص المناعه، انا هكلم في اي وقت النايب اللي موجود في المستشفى هقول له انا عندي الداتا الفلانيه، ممكن تقول للكونسلتنت مش لازم في نفس اليوم الا لو في ايمرجنسي تاني يوم عن العيان ده. هو ده الهوت لاين اللي انا قصدي بيه، وبالتالي مش هيبقى في حد ميسنج اي عيان، يعني الى حد ما مش هيبقى في حد ميسنج عيان في الوطن بتاعنا. بالنسبه للسبيشالست بقى هنديهم بقى ضرب جامد بقى، ف 15 يوم موديول على الايميون سيستم والانفكشنز والبي اي دي، وانا شايفه ان رأي الليكشرز يعني تبقى على الفاجوسيتك سيستم ديفكتس، بي سيل ديفكتس، ليكشر على تي سيل ديفكتس، كومبلمنت سيستم، الانيت ديفكتس، باثوجين دايركتد بي اي دي. وده برضو كان في حد من زمايلي امبارح يعني كان جدول مهم جدا باثوجين دايركتد بي اي دي، ابديت كلاسيفيكيشن، الليفل اوف انفستيجيشنز انكلودينج سكرينينج تولز، تريتمنت اوفرد للبي اي دي، اي في اي جي وسبكوتينيوس اميونوجلوبولين، اتش اي في، opportunistic infection، الكونسبت بتاع زرع النخاع، الكومبليكيشنز بتاع زرع النخاع، والكونسبت بتاع الجين ثيرابي. دول 15 توبيك في 15 ساعة. هو المفروض ده شخص هيبقى specialized، لازم نديله فرصة للريدنج، ما ينفعش ان احنا نحط بس حاجات وهو كمان مش هيقرأ ويعمل حاجة، هو لازم يعمل his effort. وبالنسبة للكلينيكال تريننج انا شايفة ان هم محتاجين سنة كلينيكال تريننج، وماي سجشن ان هم ياخدوا زي اليونايتد كينجدم بروجرام، لازم يكون في شهرين لاب. شهرين لاب ده هو بيقعد في مايكروبيولوجي وفيرولوجي بيشوف البكتيريا والفيروسز، هو بيروح فلو سايتومتري لاب، لو في والله جينيتك سيرفيس هو يروح الجين سيرفيس لاب اند سو اون. اربع شهور في الانفكشوس يونت وست شهور في الاميونولوجي يونت، انا شايفه ان ده هيبقى كافي ان هو يطلع دكتور مناعه كويس. وزي ما قلنا لازم سمول بروجكت، ما ينفعش ان هو يبقى داخل خارج كل الموضوع ان انا هدخل واعمل اكزام، لازم يكون في قرايه، لازم اشجع على القرايه، ولازم هو ينقي الفكره اللي هو هيعملها او البروجكت اللي هو عايز يقوله. ومش المفروض ان انا افضل اعمل له اساله انت عامل ايه في البروجكت، احنا نسيبه للاخر خالص، هو يدينا الخلاصه في النهايه. وبعد كده الاسسمنت، انا شايفه ان احسن نظام اسسمنت هو الام سي كيو، لانه بيدينا فرصه ان احنا نعمل تيست لكل النوليدج مش لنقطه معينه في النوليدج، وفي الاخر نعمل طبعا سيرتيفيكت.
لو هو عايز further specialization ممكن ياخد بقى والله يروح وحدة زرع نخاع، ممكن هو في عين شمس وحدة زرع نخاع في مصر في معهد ناصر مثلا، دي أكبر وحدة من التسعينات شغالة، يروح 6 شهور في وحدة زرع نخاع في معهد ناصر، تعلم البروتوكولز، يفهم ايه conditioning اللي احنا بنستخدمه، الدونر بنعمله selection ازاي etc. او هو عايز يتعلم جين ثيرابي يبقى ديله ان هو 6 شهور ده غير السنة يقدر يروح بقى المستشفيات المتخصصة اللي عندها جين ثيرابي سواء في فرنسا او يو كي او يونايتد ستيتس. وفي الاخر انا عايزة اعمل اكنولجمنت للناس اللي ردوا عليا في الاساي، ودكتور بندر من الناس انا متأسفة خالص والله ان اسم حضرتك مش هنا، بس ده النتيجة، بس المشكلة في النتورك. انا متشكرة جداً.